وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان له من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا الحديث، هل من تاب من الدعوة إلى الباطل وقد انتشر هذا الباطل يتوب الله عليه أم ينطبق عليه هذا الوعيد في هذا الحديث؟ من تاب تاب الله عليه، إن كان يدعو إلى الضلال تاب صار يدعو إلى الحق تاب الله عليه، لكن عليه أن يعلن توبته للناس وأن ينقض إذا كان له كتب أو كان له أشرطة مسجلة دعوة الباطل، فإن عليه أن ينقض هذه الكتب وهذه الأشرطة بكلام يظهر فيه تراجعه حتى لا يحتج أحد بما مضى منه. فإذا صرح وبين فإنه يكون قد برأ نفسه، أما إذا سكت الناس يحتجون بما مضى منه ولا يدرون أنه تاب أو لا يصدقون أنه تاب. نعم.